السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابر جميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، دائما ما نقول حينما تنزل الصفعات على النظام ديال الكبرنات الغبي والمغفل والفاشل، فإنها الصفعات تنزل تباعا، المصائب تنزل على الكبرنات تباعا. متابعينا الكرام، صفعة أخرى للنظام ديال الكبرنات، صفعة أخرى للنظام ديال الفقاقير الغبي والمغفل في الجزائر الشمالية وأيضا في الجزائر الجنوبية. كما تعلمون متابعينا الكرام، قبل أيام كان هناك واحد الإعلان على دوري عربي مقام في تونس، واحد بطولة مصغرة ديال بضع منتخبات تقام في تونس، والتي في العادة تنظمها أو ينظمها الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم وبالمشاركة مع الرابطة التونسية. إذن هنا متابعينا الكرام، فهاد البطولة المصغرة اللي كيشاركوا فيها بضع فرق، نظام ديال الكبرنات حاول إدخال وإقحام ما يسمى بين قوسين بمرتزقة البوليزاريو. حاولوا إدخال، قال لك سيدي، واحد المنتخب ديال الجزائر الجنوبية، وشفنا ذلك الإعلان، وشفنا تلك الصورة اللي كتشوفوها الآن أمامكم على الشاشة ديال هاد الفرق المشاركة. عندك تونس، السودان، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، وبغاو يدخلوا الجزائر الجنوبية اللي هي مرتزقة البوليزاريو. بطبيعة الحال باش يدخلوا هاد المرتزقة ديال البوليزاريو، وحاولوا يلعبوا على التزوير، وحاولوا يلعبوا على مجموعة من طبيعة الحال الطرق اللا قانونية من أجل إدخال هاد المرتزقة. الآن متابعينا الكرام، الداخلية التونسية تدخلت بعدما يعني اتصل بهم السفير المغربي ونوه على هذه المسألة هذه واحتج على هذه المسألة هذه، فتدخلت الداخلية التونسية وأمرت بطرد الوفد ديال مرتزقة البوليزاريو، وهذو اللي كانوا باغيين يشاركوا في هذه البطولة هذه من مرتزقة البوليزاريو، طردهم من التراب التونسي. صفعة أخرى لنظام الكبرنات، صفعة أخرى لمرتزقة البوليزاريو. نظام الكبرنات أيضا الذي يقول على أنه يتحكم في تونس وتونس السابعة له وما إلى ذلك من هذه الخزعبلات. شفنا أيضا هاد الموقف ديال الداخلية التونسية، هاد الموقف الصارم الذي يعني تدخلت ليس فقط لإيقاف هاد المهزلة، وإنما أيضا لطرد مرتزقة البوليزاريو من التراب التونسي. هنا متابعينا الكرام، غادي نمشيو ونشوفوا تفاصيل أخرى لهاد المهزلة وهاد المحاولة ديال نظام الكبرنات التي حاولوا من خلالها أنهم يدخلوا المرتزقة ديال البوليزاريو إلى هاد البطولة المصغرة في تونس، بطبيعة الحال بالطرق المعروفة لدى نظام الكبرنات، وهي طرق لا قانونية بالتزوير، بالغش، بالفبركة، وب يعني الأكاديم وما إلى ذلك. هنا متابعينا الكرام، غادي نمشيو وغادي نشوفوا ما أوردته أو ما أورده الموقع ديال M99 TV المغربي، الذي قام بالاتصال مع الاتحاد العربي لأكاديمية كرة القدم، وقام بالاتصال أيضا مع الرابطة التونسية لأكاديمية كرة القدم، وكتب المقال التالي. إذن قناة M99 TV اتصلت بالاتحاد العربي لأكاديمية كرة القدم والرابطة التونسية لأكاديمية كرة القدم عن موضوع تنظيم تونس لدوري كرة القدم تحت الرعاية ديال الاتحاد العربي بمشاركة عصابة مرتزقة البوليزاريو. فكان الرد واضحا من طرف المنظمين، قالوا: نحن نعترف بالدول التي لها وجود حقيقي ومعترف بها من طرف الأمم المتحدة، ولا نعترف بشيء آخر. والتظاهر من تنظيم الرابطة التونسية لأكاديمية كرة القدم، وطلبنا منهم سحب الشعار ديال الاتحاد العربي. الأمر لا يتوقف هنا، الأمر يتعلق تونسيا بمطعم وفضاء ترفيهي اسمه 5 ستارز، والرابطة التونسية لأكاديمية كرة القدم، ورسميا لا علاقة للجهة المنظمة، ولا بالوزارة التونسية الوصية، ولا بالجامعة التونسية لكرة القدم، ولا الاتحاد العربي لكرة القدم بهاد البطولة المصغرة. بمعنى آخر، تنظيم ميكروسكوبي. مع ذلك حاول نظام الكبرنات أنه يسوق على أن هذا التنظيم الميكروسكوبي غادي يشاركوا فيه مرتزقة البوليزاريو، وغادي تكون مشاركة ديال مرتزقة البوليزاريو. ولكن بعد ذلك أيضا يريد نفس المقال أن أغلب الفرق انسحبت، يعني نتكلموا على الفرق ديال السودان وليبيا، طبيعة الحال غادي يكونوا انسحبوا، موريتانيا يمكن يبقاو، يمكن انسحبوا، وشنو غادي يبقاو؟ غادي يبقاو النظام ديال الكبرنات والفريق ديال تونس. إذن هاد البطولة أشنو لايقة؟ لاش لايقة كاع؟ إذن يريد المقال بعد ذلك انسحبت أغلب الفرق، وفي اتصال هاتفي مع منظم
الدورة أكد لهشام السنوسي أن الجزائر وعصابة البوليزاريو انسحبتا بعد كشف وفضح هذه المؤامرة. إذا متابعينا الكرام، هذا المقال جاء قبل يعني التدخل ديال وزارة الداخلية التونسية التي قامت بإلغاء هذه البطولة أصلا بشكل كامل، وطرد عناصر مرتزقة البوليزاريو التي استخدمتهم نظام أو استخدمتهم الجزائر الشمالية والنظام ديال الكبرناس بطريقة مزورة كما هو العادة وكما اعتدنا دائما بالتزوير والخداع. ولكن كان الرد يعني كبير جدا، سواء من الاتحاد العربي لأكاديمية كرة القدم التي نفت المسؤولية ديالها وقامت بسحب الشعار ديالها من هذه البطولة، وأيضا انسحاب الفرق التي كانت مشاركة، وأيضا متابعينا الكرام التدخل ديال وزارة الداخلية التونسية التي تدخلت بطلب من السفير المغربي في تونس. السفير المغربي في تونس طلب يعني التدخل الفوري، وبالفعل تدخلت الداخلية التونسية وألغت هذه المهزلة. وهنا فشل آخر متابعينا الكرام لنظام الكبرنات، للأموال ديالو تستنزف على قضايا خاسرة، تستنزف على تزوير، وتستنزف على الأكاذيب، وتستنزف على البنبطوش والعصابة ديال البنبطوش والجزائر الجنوبية، وفي محاولات فاشلة وخاسرة لوضع اسم مرتزقة البوليزاريو حتى في بطولات ميكروسكوبية مثل هذه. يعني حاولوا أو ما حاولوا ولم يستطيعوا، فما بالكم بالقضايا الكبرى وبالقضايا الدبلوماسية الكبرى وبالقضايا المصيرية الكبرى التي نرى اليوم متابعينا الكرام على أن النظام ديال الكبرنات بصيره الفشل ثم الفشل ثم الفشل. وما حدث يوم أمس متابعينا الكرام هو أكبر دليل. إسبانيا انقلبت عليهم واعترفت بمغربية الصحراء. رأينا نظام الكبرنات يعيش صدمة غير مسبوقة اليوم، أي أنه ذهب لسحب السفير من يعني من إسبانيا. واليوم أيضا متابعينا الكرام وزارة الداخلية التونسية تتدخل وتصفح نظام الكبرنات وتطرد مرتزقة البوليزاريو من أراضيها، وهي يعني صفحات متتالية تنزل على النظام الكبرناس. وقام كما نقول دائما حينما تنزل هذه الصفحات على هذا النظام الغبي فهي تنزل بشكل متتالي. إذا المتابعين الكرام كان هذا مضمون الخبر. الداخلية التونسية عفوا تتدخل، الاتحاد العربي لكرة القدم عفوا الاتحاد العربي لأكاديمية كرة القدم يسحب هذا التنظيم، وأيضا انسحاب الفرق. وكما نقول دائما فإن الطريق الكبرناس كحلا ونظام الكبرناس خدا يعني الريح واللا شيء. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.